السلام عليكم ورحمة الله. هذه نصف نهائي الدوري الودي الذي سيدي سليمان للكرة الحديدية. استعدادا للدوري الرسمي لسنة 2021، تريبليت يوسف الصغير المهدي السباعي وحمزة خربوش كونتر تريبليت خالد بن نار أمين الحوض. كرة ضائعة من طرف حمزة خربوش، يدير هذه المقابلة الحاكم الحاج الحميدي من عصبة الشمال الغربي. نتيجة 2-1 لصالح تريبليت بنار أمام تريبليت مهدي السباعي
لرسم نصف نهاية الدوري الودي لجوان ديمور نادي سيدي سليمان للكرة الحديدية. ملاحظة في هذه المباراة كتلعب على 13 محاولة من طرف مهدي السلاعي كتجي بعيدة. المحاولة الثانية كيتمكن باش كيربح البوان على ما أظن. بالفعل كيربح البوان. الآن دور ديال الأمين. أمين في محاولة إبعاد الكرة. كرة ضائعة من طرف أمين. برافو أمين كيتأكد باش كيضع الكرة. كرة ضائعة من طرف حمزة خربوش. النتيجة كما قلت فهي 2-1 لصالح تلفلت خالد بن نار. برافو حمزة خربوش كيتمكن باش كيبعد الكرة، ولكن على ما أنتم كيبعد الكرة ديالهم. الآن الدور ديال يوسف الصغير. يوسف الصغير كيربح البوه. كرة ضائعة من طرف خالد بن نار. محاولة لخالد بن نار وتيربح البوان. برافو يوسف الصغير كيتمكن باش كيبعد الكره وكتصبح النتيجه 2-2 ما بين تريبليت خالد بن نار ومهدي السباعي برسم نصف النهاية الدوري الودي الذي ينظمه النادي السليماني للكره الحديديه.
المحاولة الأولى ديال المهدي السباعي تيربح البوا. كرة ضائعة من طرف أمين. هذه المباراة كتلعب في ملاعب نادي سيدي سليمان للكرة الحديدية في إطار الدوري الودي الذي ينظم هذا النادي استعدادا للدوريات الرسمية المقبلة سنة 2021 إن شاء الله. نتمنى من الله العلي القادر أن يرفع عنا هذا الوباء. برافو حمزة كيتمكن باش كيباع الكرة. النتيجة كما قلت هي 2-2 ما بين تريبليت خالد بن نار وتريبليت مهدي السباعي. خالد بن نار يتمكن باش يربح البوان. الصغير كيتمكن باش كيربح البوان مرة أخرى. أمين برافو أمين كيتمكن باش كيباع هاد الكرة. Thank you.
محاولة جلوس الصغير وكيت ممكن باش كيربح البوان. برافو خالد بن نار سيت ممكن باش كيبيع هاد الكرة. النتيجة كتغير كتصبح 3-2، 3 عند مالي السباعي، 2 عند خالد بن نار. برافو حمزة خربوش كيت ممكن باش كيبيع الكرة. كرة ضائعة من طرف حمزة. برافو يوسف الصغير كيتمكن باش كيدير كارو. امين كيتمكن تا هو باش كيجاوب وكيدير كارو تا هو. برافو يوسف الصغير كيتحيد الكرة. محاولة ديال مهدي السباعي كيقيس البوشون كيحرك كيعطي نقطة لصالحه. امين مرة اخرى كيتمكن باش يبيع هاد الكرة. نتيجة 3-2، 3 عند مهدي السباعي، 2 عند خالد بن نار. جوج
الأرض لصالح خالد بن مارك. محاولة ديال المهدي السباعي باش يربح البوان. برافو خالد بن نهار يتمكن باش كيباع الكرة. وثلاثة نقاط إضافية كصباح 5-3 لصالح خالد بن نهار. كما قلت النتيجة فهي 5-3، 5 عند خالد بن نهار، 3 عند مهدي السباعي. برسم نصف نهاية الدوري الودي الذي ينظمه نادي سيدي سليمان للكرة الحديدية. ضائعة من طرف حمزة خربوش، كرة ثانية كتضيع. برافو يوسف صغير كيتمكن باش كيباع الكرة. والله لا كرة ضائعة من طرف يوسف صغير. محاولة ديال المهدي السباعي باش يضرب البوشون ولكن ما تيخرجش. Thank you.
برافو مهدي السباعي، كنت ممكن باش كيربح البوا. الان الدور ديال امين. كرة رائعة للأمين، باقيين جوج كرات عند خالد بن نار، في حين تريبليت السباعي مابقاش عندهم. خالد بن نار تيتمكن باش كيباع هاد الكرة. النتيجة كتغير، كتصبح 9-2، 9 عند خالد بن نار، 2 عند مهدي السباعي. نصف النهاية الأولى ما بين تريبليت السباعي وتريبليت خالد بن نار. برافو امين، كيتمكن باش كيباع هاد الكرة. مهدي السباعي في المحاولة الثانية. كيتمكن مرة أخرى باش كيربح الكرة. كرة ضائعة من طرف أمين. Thank you.
عجبك الناس شنو تمش كيف راح يكون برافو حمزة خربوش كيف مثل مش كيف بعد الكورة نتيجة سعود الجوج ثلاثة الكرات في الأرض عند تريبلة السباعي يوسف الصغير وحمزة خربوش على ما أظن حمزة خربوش ما كيزيدش هاد النقطة هادي نتأكدوا من النتيجة إذن ثلاثة نقاط إضافية تصبح نتيجة خمسة عند مهدي السباعي سعود عند خالد بن نارق نصف نهاية الأولى الدوري الودي الذي نظمه نادي سيدي سليمان للكرة الحديدية استعدادا للدوريات الرسمية لسنة 2021 برافو حمزة خربوش كي تمكن مش كي بعد الكرة نتيجة تسعود الخمسة هاد المقابلة كتلعبها 13 الكره ديال خالد بن نار كتمشي بعيد كرة ضائعة من طرف أمين
برافو يا الصغير، كنت ممكن مش كيبع الكرة. نتيجة صعود الخمسة، ثلاثة خداوهم شافوا لبر غابع. خمسة نقاط إضافية لصالح تريبلت مهدي السباعي، كتصبح النتيجة 10 عند السباعي، تسعود عند خالد بن نار. ملاحظة في هذه المقابلة ديال الناس اللي هي الأولى كتجهر على 13. جوج الكرات كيضيعوا من طرف خالد بن نار. محاولة باش يبعد البوشون ولكن ما كتنجحش. في المحاولة الثانية كيتمكن أمين الحوض من إلغاء هذه الجولة، وتصبح النتيجة كما 10 لتسعود، 10 عند مهدي السباعي، تسعود عند خالد بن نار. يمكن مش كده عاد الكرة ولكن ما مشي بشكل صحيح، نزل البوان عند مهدي السباعي. برافو حمزة خربوش، كيتمكن باش كيحيي الكرة. Yeah.
محاورة ضائعة من طرف خالد بن نار. جمهور لا بأس به تابع لنصف نهاية الدوري الودي الذي ينضمون للسليماني للكرة الحديدية. بس الصغير كيتمكن باش كيربح البوان. محاولة جميلة من طرف أمين. حمزة خربوش كيتمكن باش كيحير الكرة. نتيجة 10-9، 10 عند مهدي السباعي، 9 عند خالد بن نار. برسم نصف النهاية الأولى الدوري الودي الذي ينظم نادي سيدي سليمان للكرة الحديدية. النتيجة 11-9، 11 لصالح مهدي السباعي، تسعود لصالح خالد بن نار. برافو حمزة كيتمكن باش كيلعب الكرة.
أخرى. برافو حمزة، كي تمكن من اتباع الكرة. برافو أمين، كيربح البوا. الآن الدور ديال يوسف صغير. برافو يوسف الصغير، كيف ممكن باش كيباعد الكرة. مرة أخرى آمين، تيربح البوان. برافو يوسف الصغير، كيتمكن باش كيبعد الكرة. مين أنيلي. كما قلت مين أنيلي كيخرج البوسون. برافو خالد بناتي، تمكن باش كيباع الكرة وكيغسل البوشون. مين أنيلي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوش مسخر بوش، كيف ممكن مش كده على الكورة. مرة أخرى حمزة خربوش كيباع هاد الكرة.
بس صار كيحيد الكرة كيتمكن مش كيبعد الكرة عن الدور ديال الأمين برافو أمي عفوا برافو يا الصغير كيتمكن باش كيباع الكره اذا بقى كون على النار وكره عند مهدي السباعي خالد بنار شي يربح البوان كرة ضائعة من طرف مهدي السباعي وكتصبح نتيجة 11-10 السباعي تيضيع لاكا يعني كتصبح نتيجة 11-10 كرة ضائعة من طرف أمين Thank you.
خالد من نار كيش ممكن مشكي بعد الكورة. برافو حمزة كيش ممكن مشكي حيل الكورة. مهدي السبايت يربح الكوة، آخر كورة يلعن في النار. نتيجة 11-10، 11 عند مهدي السبايي، 10 عند خالد في النار. وتنتهي المقابلة بفوز تريبليت مهدي مهدي عفوا وتنتهي المقابلة بفوز تريبليت مهدي السبايي خالد عفوا مهدي السبايي يوسف صغير وحمزة خربوش وتأهل للمباراة النهائية الدوري الودي الذي نظمه نادي سيدي سليمان للكرة الحديدية. شكرا لكم وإلى اللقاء.